وجدت نفسي مستلقيا على الفراش. شعور الإرهاق يسيطر على جسدي، وشغف النجاح يغيب عن عقلي. كل يوم يمضي وأحلامي تبدو وكأنها تتلاشى أمام عيني. أتساءل باستمرار، لماذا يتنافس زملائي بشراسة من أجل النجاح بينما أنا هنا؟ يبدو أنني محاصر بين أطراف اليأس والإحباط. أجد نفسي مجهداً، خالي الشغف، ومفقوداً للعزيمة والإرادة. يبدو أن كل ما في داخلي قد تلاشى، لا أملاً لدي للدراسة ولا شغفاً يدفعني نحو النجاح. أحاول بشدة أن أحفز نفسي، أخذ القرار بالبدء بالجد والاستمرارية في العمل الجاد وزيادة الجهد والتركيز في الدراسة، لكن في النهاية أجد نفسي منهكاً ومهزوماً. يغلبني النعاس وأعطي لنفسي جرعة مؤقتة من الأمل المزيف. لا بأس، أقول لنفسي اليوم أستريح ومن الغد سأبدأ بالجد، ولكن يأتي الغد وأنا على حالي، لا جديد يذكر، فما العمل؟ حقاً أريد اللحاق بالآخرين، أريد أن أنجح، ولكن لا أدري كيف. قد تعيش اليوم في أصعب الظروف وتظن أن هذه الأيام لن تنتهي أبداً، وكيف يمكن للوقت أن يمضي وأنت تعاني بين أوراقك وتعبك، والناس من حولك يتسابقون وأنت جثة هامدة بلا شغف. ولكن اصبر، دعهم يتسابقون، لكن قف لحظة مع نفسك، قف وواجه مخاوفك. هل أنت الشخص الذي تريد أن تصبحه؟ هل هذه الحياة التي تطمح إليها؟ هل ساعتين من الدراسة كافية لتحقيق أحلامك؟ كن صريحاً مع نفسك، كن جريئاً لمرة واحدة في حياتك واستجب بصدق. هل أنت في المكان الذي تريده؟ أعتقد أننا جميعاً نطمح للمزيد، ولكن السر الحقيقي يكمن في أن القرار بيدك. نعم، بيدك أنت فقط، أنت من يحدد كيفية قضاء يومك. هل ستعمل بجد أم تذهب للنوم؟ ستتحدى نفسك أم ستترك الخوف يسيطر عليك؟ الخوف شيء طبيعي في الإنسان، الخوف من المحاولة، الخوف من المغامرة، والخوف من مغادرة منطقة الراحة. ولكن اجعل اليوم هو البداية، اكتب من قلبك وعقلك، أعمل بجد وقوة. لا تكتفي بكلمات فارغة، بل اكتب بحماس وتحفيز. فقط عندئذ ستكون قادراً على تحقيق أهدافك بقوة وإصرار.